نبتدي. محمود حميدة أخاف من أي حاجة؟ مفيش حاجة محددة؟ لا. أحب في المرأة أنوثتها. لقب المفضل؟ الممثل. وصفي في كلمة؟ ممثل. أغير؟ ممنوع التردد. على الدوام. لا أتنازل عن حقي. عيب الكبير؟ دناءتي. أوف. أقرب شخص لي؟ أمي. أحب وأكره في شكلي؟ ماذا تحب وماذا تكره؟ مش فاهم السؤال ده. تحب في شكلك إيه وما تحبش في ولا شكلك؟ ولا بحب ولا بكره، يعني قصدي مش هتغزل في نفسي أمام المرآة يعني. طب ليه متغزل؟ مش هقول الله ده أنا مناخيري كبيرة. ما بعرفش اعمل كده يعني، أنا لا ادقق في التفاصيل، في تفاصيلي حتى، ولكن انا احب نفسي كما هي كده. ما فيش حاجه مش عاجبك؟ ما فيش حاجه. لا لا. اوكي. نقطه ضعفي؟ عاطفتي. ما بيبان هيك للناس. نعم صح صح. تخفيها؟ بس اللي ما حنخفيه على الناس هو صراحتك وشفافيتك بحلقتنا.